اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم رشيده بيوتي. الفيديو ديال اليوم باش ما نطولش عليكم بزاف، غادي نهضر على واحد السيرو هو والكينه ديالو اللي صالحين لزياده الوزن، وما عمري ما درت عليهم فيديو فلاشين ديالي، قلت علاش لا، هذه فرصه باش انني نهضر عليه. غادي نشوفوا الايجابيات والسلبيات، الثمن، طريقه الاستعمال. السيرو كيليق حتى للدراري الصغار، والكينه لمن كتليق لمن ما تليقش. المهم خليكم معايا في هذا الفيديو هذا. غير هو قبل غادي تسمحوا لي بزاف، بغيت نهضر في واحد الموضوع، واخا غادي نطول عليكم واحد شويه، ولكن غادي نحاول انني نختصر لان البشر ما باغيش يقلني عليه، ما عرفتش على من كيقلب. المهم ما عليناش، كيف ما كتعرفوا كنت درت واحد الفيديو خاص على واحد لاباج فيسبوك اللي كانت كتهز لي الفيديوهات ديالي من القناه ديالي، كتمونطيهم على طريقتها وكتحطهم باش كدير بهم اشهار للبرودوي ديالها ديال زياده الوزن. المهم ما عليناش، بزاف ديال البنات كيسولوني رشيده واش مسحت لك الفيديوهات ديالك. المهم ديك لاباج حاولت انني نتواصل معاها، وفعلا تواصلت معاها وقلت لهم باش يمسحوا الفيديوهات ديالي، وبلي ما من حق حتى شي واحد يهز لي الفيديوهات ديالي من القناه. المهم دابا راه مسحت لي الفيديوهات ديالي حيت ما بقيت كنشوفهم حتى فشي بلاصه، لان كنحطهم في تيك توك، في فيسبوك، في انستغرام، وحتى كنخرج اشهار في يوتيوب. المهم ما عليناش، تواصلت معاهم وحيدوا لي الفيديوهات ديالي. المهم هاد اليومين هادي انا داخله الانستغرام ديالي، ما عليا ما بيا، كنجاوبكم، كنقرا الميساجات ديالكم، حتى كنطيح واحد الميساج ديال واحد المس قالت لي يا رشيده راه واحد القناه في يوتيوب هزات لك فيديو ديالك، حتى هي دارت له المونتاج على طريقتها، وداك الفيديو كيهضر على، يعني هو البرودوي اللي عنده كيهضر على انقاص الوزن. المهم انا ديجا كنت دايره لكم واحد الفيديو على غافينات، واحد الكومبليمون اليمونتير اللي كينقص في الوزن. المهم هو خدا داك الفيديو وخدا الكلمات اللي بغا وحطهم في لاشين ديالو، وانا هادشي ما كنبغيش، ما كنبغي حتى شي واحد يهز لي الفيديوهات ديالي، لان حتى شي واحد ما عنده الحق انه يهز لي الفيديو ديالي ويمونطيه ويحطو بحال اللي انا راني دايره اشهار لشي برودوي، وانا داك البرودوي راني ما كنعرفوش اصلا ديالاش، واش زوين واش ما زوينش، يعني انا بحال اللي دايره له اشهار داك البرودوي، وماشي غير انا، هز بزاف ديال اليوتيوبر بينهم مانويلا الشرقاوي، حتى هي راه كاينه في داك الفيديو نيت، يعني فيديو ديالها وديالي، يعني لاصقهم مع بعضياتهم، بحال اللي حنا راه كنشكروا له داك الفيديو اولا داك المنتوج ديالو. المهم ما عليناش، حاولت انني نتواصل معاه، كتبت له كومونتير ما قراش، كنظن كيف ما قلت لكم البنات كنظن كون كنقراه كون راه مسحو من عنده، وصيفطو حتى في الانستغرام ميساج. دابا نخلي لكم كلشي هنايا، ما قراش الميساج، انا كنظن ما شافش الكومونتير ديالي عنده في القناه، وما شافش حتى الميساج ديالي في الانستغرام ديالو. المهم ما عليناش، اصلا ما عارفاش واش بنت واش دري ولا، المهم ما عارفاش عنده هذا البرودوي هذا كيدير له اشهار. انا ما نبغي حتى شي واحد يدير اشهار للبرودوي ديالو على ظهري انا، وخصوصا داك البرودوي انا ما كنعرفوش، ما عندي حتى شي علاقه به، وما نبغي حتى شي واحد انه يهز لي الفيديو ديالي. هذه اخر مره غندير هذا الفيديو هذا، في الاول كنت ظريفه وتواصلت مع ديك لاباج اللي هزات لي داك الفيديو ديالي في الاول، حاولت انني نوصل ليهم ونتواصل معاهم ونهضر معاهم، يعني بلا مشاكل، بلا ما نوصلوا شي حاجه اللي هي خايبه، ولكن كنقول من هذا الفيديو هذا راه الا شي واحد هز لي مره اخرى فيديو ديالي، راه ما غادي نحاول انني نهضر معاه لا في انستغرام لا في حتى شي حاجه، غادي نمشي نيشان نلتجئ للقضاء، لان حتى شي واحد ما محقو انه يهز لي فيديو ديالي. المهم ما عليناش، غادي نخلي لكم ديك القناه، غادي نخليها لكم هنايا، عفاكم بغيتكم انكم تهجموا عليه بلي كومونتير، عنده جوج مشتركين، تصوروا معايا جوج مشتركين في القناه اللي عنده، بغيتكم انكم تهجموا عليه بلي كومونتير باش يحاول انه يدخل ويشوف اشنو واقع عنده في القناه باش يمسح لي الفيديو ديالي. عفاكم البنات، اول مره كنطلب منكم شي حاجه، ما بغيت حتى شي واحد يشترك عنده، بعد هذه اول حاجه راه عنده جوج مشتركين في القناه، بغيتكم عفاكم تدخلوا وتقولوا له يمسح لي الفيديو ديالي، وغادي تلقاو التعليق ديالي تماك نيت كاتبه له ميساج باش انه يمسح لي الفيديو ديالي. وعفاكم البنات بغيتكم تعاونوني، بغيتكم كاملين انكم تكتبوا له كومونتيرات باش انه يمسح الفيديو ديالي، وهذه كيف ما قلت لكم اخر مره غنبقى ندير محاولات بحال هكا. هاد المره شي واحد هز لي شي فيديو ديالي كيف ما كان، لا سواء عنده باج في انستغرام، عنده شي برودوي، عنده باغي يدير له الاشهار في فيسبوك، في يوتيوب، ما غادي نرحم حتى شي واحد هاد المره، وغادي نلتجئ للقضاء. هادشي اللي كاين، وسمحوا لي لا طولت عليكم. المهم ما عليناش، غادي نهضر لكم على بونديريكس، ها هو هذا السيرو وفيه الكينه. يلا دابا لقيتوها، داتها واحد البنت، ولكن غادي نخلي لكم التصويره هنايا ديالها باش تشوفوها. هاد بونديريكس هذا عمري ما هضرت عليه، صراحه زوين ما فيش اضرار. بالنسبه للمكونات اللي فيه، يعني غادي نتعرفوا على المكونات ديالو، هذه هي اهم حاجه واول حاجه كيخصنا نديروها. بالنسبه للمكون الرئيسي والاساسي، هو اول مكون كيتواجد فيه بقوه اللي هي الحلبه، الفينيغريك، ها هي الحلبه. اي كومبليمون اليمونتير كيتواجد في الصيدليه وبدون اضرار
كتكون فيه الحلبة. كما كنعرفوا ان الحلبة فيها فوائد كثيرة وعديدة بالنسبة للجسم ديالنا، يعني الجسم ديالنا كيحتاج لها. غير هو عاوتاني ما نفوتوش بزاف، مثلا البنات اللي كياخذوا الحلبة اللي هي طبيعية، يعني حلبة حبوب، يا اما مثلا كيرقدوها في الماء وكيشربوا داك الماء، يا اما كيطحنوها مع شي حاجة، مهم ما تكثروش منها بزاف. ما فيش نهائيا مادة السيبرويبتادين واللي هي مادة ديال الحساسية واللي فيها أضرار، إلا كترتي منها بطبيعة الحال وكيعطيها لك غير الطبيب بوحدو هو اللي من حقه أنه يعطيك مادة السيبرويبتادين والطريقة الصحيحة ديال الاستعمال ديالها. أما إلا خديتيه منك راسك راه لا. كيف ما قلت لكم ما فيش مادة السيبرويبتادين كدير النعاس، كدير الفشلة، يعني بنادم كيولي فشلان ما قادرش يتحرك فيه غير النعاس. الناس مثلا اللي خدامين في ادارات مثلا كيصوبوا شي فور ديال الطاكسي، شي فور ديال الطوبيس، المهم شي حاجه وباغي ياخذ طون ديريكس، كنقول لكم خذوه، بالعكس كيعطيك لينيرجي لان فيه فيتامين سي. كيف ما قلت لكم فيه بزاف ديال لي فيتامين ومنهم فيتامين سي اللي كيعطيك حيويه وطاقه، وكنا كنعرفوا ان لا فيتامين سي شي حاجه اللي مهمه للداس ديالنا، مهمه حتى الدراري الصغار اللي مثلا كيكونوا كيقراو، الامهات كيقول ولدي ضعيف ما كيركزش مثلا في القرايه ديالو، فهذا غادي ينفعو. غادي نقول لكم السن ابتداء من اين سن ممكن انكم تاخذوه. هذا يعني غادي يفتح له الشهيه، غادي يزيدوا في الوزن، وكذلك كيساعد على التركيز. كذلك الناس اللي عندهم المشكل ديال بومزوي، كتلقاي الماكله ديالهم قليله او الشهيه عندهم مسدوده ما كيقدروش ياكلوا، واخا تيكون فيهم الجوع ما كيقدروش ياكلوا، فالكينا او السيرو ديال بوم ديريكس غادي ينفعكم، يفتح الشهيه كيدير الجوع، غادي تولي تاكلي مزيان وان شاء الله غادي تزيدي في الوزن. صالح للمراه اللي كترضع، يعني ما عندك منش تخافي، ما فيش اضرار لا بالنسبه ليك ولا بالنسبه للبيبي ديالك. والمراه الحامله ما تاخذوش نهائيا، يعني حتى تولدي ديك الساعات عاد خديه، اما الا كنتي حامله ما تاخذيش. فيها البنات فيتامين او وفيه فيتامين ا. هاد الفيتامين لا سواء فيتامين ا او لا فيتامين او، كيف ما كنعرفوا انه كيليق للبشره. الناس اللي عندهم مشكل مثلا ديال التصبغات، المهم كيصفي البشره واحد شويه، راكم عارفين فيتامين او فيتامين ا شي حاجه اللي زوينه زوينه بزاف البشرة. الناس اللي يعني غادي يتبعوه غادي يلاحظوا واحد الفرق، لان اي مكمل غذائي كيتواجد فيه فيتامين ا او لا فيتامين او فهو اوتوماتيكمون كيصفي لك البشرة ديالك. عارفين انا ماشي اي حاجه كنصح بها، الحاجه اللي كتكون زوينه راه زوينه، الحاجه اللي ما كتكون زوينه راه بطبيعه الحال كنقول لكم فوالا هاد البرودوي هذا راه ما زوينش، اولا البرودوي هذا راه فيه واحد الماده اللي خايبه، ردوا البال. يعني كنقول لكم شي حاجه بحال هكا باش نتوما تردوا البال. بالنسبه للسيرو راه صالح للاطفال من 3 سنين 4 سنين، ممكن انك تعطيهم معلقه صغيره مره واحده في النهار قبل الماكله بنص ساعه. بالنسبه للاطفال ما بين 5 سنين حتى 12 عام كتعطيهم جوج معلقات صغار، يعني في الصباح وبالليل قبل الماكله بنص ساعة. بالنسبة للأطفال من 12 عام حتى الناس الكبار كتعطيهم معلقة كبيرة في الصباح ومعلقة كبيرة بالليل قبل الماكلة بنص ساعة. بالنسبة للكينة كتخد من 15 عام حتى الناس الكبار، حبة في الصباح ونص نهار وبالليل مورا الماكلة قبل الماكلة، أو لا حبة في الصباح وبالليل قبل الماكلة بنص ساعة. غادي نقول لكم الثمن البنات قبل ما ننسى. بالنسبة للسيرو داير 82 درهم، هيا 82 درهم، وبالنسبه للكينه شي 74 درهم ولا 75 درهم. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو ياخذوا شي مكمل غذائي، مثلا كيسولوني اختي رشيده على شحال تبان لي النتيجه، اولا اختي رشيده شحال من بواطه ناخذ، راه انا ما يمكنش لي انني نحكم ونقول لكم مثلا غادي تاخذي 3 البواطات اولا 2 البواطات ولا 4 البواطات وغادي تزيدي في الوزن. هذاك الشيء كيبقى على حسابك انت، يعني واش عندك شي مشكل مثلا بومزوي، مثلا ديدال البطن علاش ما كتزاديش، واش العود ديالك يعني بحال هكاك من نهار زاديتي ما كتزيديش في الوزن، واش ترضعي، واش كدي شي كينه ديال مانع الحمل هي اللي كتضعفك، يعني على حسابك انت. ما نقدرش نقول لك مثلا خدي 3 البواطات راه غيزيدوك في الوزن او لا من هنا 15 يوم او لا، لا داكشي راه ما كاينش، على حسابك انت وعلى حساب المشكل اللي عندك. نسيت ما عرفتش كنت باغا نقول. بالنسبه لمده الاستعمال ما تفوتيش فيه 3 شهور، عطاك نتيجه هو هذاك، ما عطاكش صافي كتوقفي. المهم هذا لا سواء السيرو اولا الكينه ما كيخصكيش نهائيا انك تفوتي فيهم 3 شهور. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وعافاكم البنات ما تنساوش داكشي اللي طلبت منكم، بغيتكم كامل انكم تهجموا على ديك القناه وتكتبوا ليهم كومونتيرات لتحت باش يمسحوا لي الفيديو ديالي، غير باش هكا يشوف عنده بزاف ديال لي كومونتير ويدخل يشوف اشنو واقع. وكنتمنى انه يمسح لي الفيديو ديالي، ما مسح ليش الفيديو ديالي راني غادي نتابعه بطبيعه الحال قضائيا، وغادي نخرج راسي انا من باب واسع، حيتاش انا ما كنديرش اشهارات البنات، راكم عارفينني ما كنديرش اشهارات، وقلتها لكم هذيك المره. نهار غادي نبغي ندير لكم شي اشهار بطبيعه الحال غادي نكون عارفه المنتوج شنو هو ومناش مكون، واش فيه اضرار واش ما فيش اضرار. عاد ديك الساعات غادي نجيو غادي ندير لكم اشهار وغادي نقول لكم فوالا هذا اشهار صافي. هادشي اللي كاين والاشهار كيكون باين، بحال دابا مثلا هاد بون ديريكس هذا كيتواجد في اي فارماسيين، يعني هذا ماشي اشهار، هذا هضرت على واحد البرودوي اللي كيتواجد في كل فارماسيان يعني.
اما الاشاره كيكون باين مثلا كنجي كنهضر على برودوي كنخلي الانستغرام ديال الناس اللي غادي تاخذوا من عندهم برودوي اولا النمره ديال التليفون ديالهم، يعني غادي نقول لكم غادي تاخذوه من هاد لاباج هادي اولا غتصونيو في هاد النمره هادي، هذا هو الاشهار. اما شي حاجه بحال هكا يعني بون ديريكس اولا هضرت لكم مثلا على نوطامين ولا على ميكروجينون مثلا، هذا راه ماشي اشهار، هذا الشيء راه كيتواجد في جميع الصيدليات، يعني ما غاديش تجي تاخذيه عليا انا ولا دوموندي عليه ولا شي حاجه، يعني هذا الشيء غتمشي لاقرب فارماسيين عندك وغادي تعطيك هذا الشيء، يعني هذا الشيء ماشي اشهار، الاشهار راه باين. ايوا هذا الشيء اللي كاين البنات، نتمنى انا الفيديو يكون عجبكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، تهلاو ليا فراسكم مع فيديو جديد وما تنساوش اللايك، كتنساو ليا لايك البنات، السلام عليكم.